في كل عام من الربيع إلى الخريف يلتقي هنا نخبة المتزلجين بالمظلات على الماء من جميع أنحاء العالم للتنافس على بطولة العالم للتزلج بالمظلات على الماء، واحدة من أفضل المرشحات للفوز جيزيلا بوليدو بطلة العالم التي فازت ببطولة التزلج الحر 10 مرات. يجب أن أفوز في هذه المنافسة إذا ما أردت الدفاع عن لقبي. المنافسة هنا لا علاقة لها بالفوز النهائي، بل بجمع النقاط الخاصة بالتقييم الإجمالي في القائمة العالمية. منافستها الحالية هي البولندية كارولينا فينكوفسكا. على المرء أن يمزج التدريب البدني بالمهارة، ورياضي التزلج المائي بالمظلة يحتاج إلى الكثير من الانضباط، لذلك أتدرب في نادي اللياقة البدنية صباحاً ثم أذهب إلى التزلج لكي أحافظ على مرونة عضلاتي، وهو أمر هام جداً لأن العكس قد يؤدي إلى الإصابة سريعاً. أنهت البطلة تدريباً قاسياً من أجل هذه المباريات في مدينتها تاريفا جنوب إسبانيا، وهي تزور نادياً للياقة البدنية كل 2، القوة البدنية أولاً ثم المهارة. اعتقدت في البداية أن هذا التزلج هو مجرد مرحلة ستمر، لكن أباها لاحظ اهتمامها وتأكد من جديتها ومن لياقتها البدنية لممارسة هذه الرياضة، ومنحها ثقته بل وكرس حياته تقريباً من أجلها حتى اليوم. تستمتع الرياضية الكتالانية نهاراً في مدينة تاريفا التي اختارتها وطناً، حيث تعيش مع والدها منذ 12 عاماً حتى أمها تركت مدينتها برشلونة لتسكن معها وتشجعها. مغامراتها الأكبر حتى الآن هي أن جيزيلا بوليدو عبرت مضيق جبل طارق في سباق مع عبارة سريعة، واستطاعت فعلا الوصول إلى مدينة طنجة المغربية في الوقت نفسه. بعد ذلك بعام قطعت متزلجة منطقة الرسل 12 في أستراليا التي كانت تعتبر مستحيلة العبور بالتزلج. إذا أراد المرء أن يكون الأفضل عالمياً فعليه اقتحام المخاطر مهما كانت صعبة. ولهذا السبب فقد افتتحت مطعماً في مدينة تاريفا من باب الاحتياط، ومدرسة للتزلج المائي بالمظلة، ومتجرين لهذه الرياضة. بالإضافة إلى ذلك فهي تدرس الأعمال الدولية عن طريق المراسلة، لكن تركيزها الأساسي هو على التزلج كرياضة احترافية، وهناك متبرعون يدعمونها بما يقارب 250,000 يورو سنوياً. يساندها أبوها ومدربها خوان مانويل بوليدو الذي يراقب أدائها ويتأكد إن كانت تؤدي المناورات 12 التي يجب أن تمارسها في كل مسابقة، فهو يعلم أن مستوى الرياضة يرتفع كل عام بحيث تصبح تلك المناورات أكثر خطورة. تحافظ جيزيلا على تركيزها وبرودة أعصابها، وهذه موهبة كبيرة، وهذا ما لا تفهمه ولا الصحافة ولا المتبرعون، وأمل أن تساعدها تلك الأعصاب الجيدة والمقدرة على التركيز في هذا الأمر. أيضا في العام الحالي تسعى جيزيلا بوليدو للفوز ببطولة العالم للتزلج الحر، وتبذل كل جهدها لتجهيز نفسها. إنني أمارس تدريبا قاسيا ويستغرق التزلج ومباريات كل حياتي، فالفوز يمنحني أروع شعور على الإطلاق. التدريب القاسي يمنحها الفوز في المنافسات، لتظل جيزيلا بوليدو معجزة التزلج بالمظلات على الماء هي الأفضل.